مرحبا، أنا أوزلين إركال سونماز، باحثة دكتورة في قسم الهندسة الصناعية في جامعة إسطنبول جراح باشا. أنهيت درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال الهندسة الصناعية في 3 جامعات مختلفة. أنهيت درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية في جامعة إسطنبول في عام 2017. عملت منذ عام 2009 في نفس المؤسسة لأكثر من 10 سنوات. بدأت في العمل في قسم الهندسة الصناعية في جامعة إسطنبول، لكن وبعد عملية تقسيم جامعة إسطنبول إلى جامعتين عام 2018 أصبحت أعمل وأواصل دراساتي كباحثة ودكتورة تحت سقف قسم الهندسة الصناعية في جامعة إسطنبول جراح باشا قسم الهندسة الصناعية، وهو قسم يعمل على إنتاج أنظمة حيث تجتمع عناصر الإنتاج المختلفة مثل الإنسان والآلة والمواد والطاقة ورأس المال معا، حيث أن المهندسين الصناعيين في الواقع يبنون هذه الأنظمة المعقدة بما يتماشى مع مبادئ الإنتاجية والتخطيط، وللتمكن من قيادة إدارة الموارد الموجودة بأفضل طريقة ممكنة. يحظى قسم الهندسة الصناعية بشعبية كبيرة في العالم وليس في تركيا فقط. في الواقع قسمنا يقدم لكل من الطلاب المرشحين والمتخرجين وعدا بأن يكون قسما مشرقا ومتميزا وحيويا، لكن بالتأكيد يجب أولا التعلم بشكل جيد. في هذا الصدد فالطاقم الأكاديمي في قسمنا قوي جدا، حيث نمتلك في قسمنا 3 أساتذة بدرجة بروفيسور و5 بدرجة دكتور و3 بدرجة دكتور عضو هيئة تدريس وباحثين حاصلين على درجة دكتورة و3 باحثين. نحن قادرون على مواصلة عملنا في بيئة متناغمة وتعليمية جدا. أستطيع أن أقول بأنه تم إنشاء بيئة عمل مثمرة جدا من حيث العلاقات بين أساتذتنا أنفسهم وعلى صعيد الحوار مع الطلاب. بالنظر إلى كل من ماضينا في جامعة إسطنبول وقسمنا في جامعة إسطنبول جراح باشا، فإننا نتحدث عن تراكم خبرة في تدريس مرحلة البكالوريوس لأكثر من 30 عاما. لذلك أستطيع أن أقول بأننا قسم عريق في جامعة جديدة. يقدم قسمنا دروسا إجبارية واختيارية، ومن بين الدروس الإجبارية في قسمنا دروس بحوث العمليات ومراقبة الجودة الإحصائية ومحاكاة النظام وتخطيط الإنتاج والتحكم فيه والإحصاء. بالإضافة إلى ذلك يمكن لطلابنا تنويع خيارات دروسهم من خلال اختيار مواد دراسية اختيارية وفقا لاهتماماتهم. يمكننا القيام بذلك طالما أن هناك متسع يسمح بذلك، كما ويمكن توجيه طلابنا إلى المجالات التي يستطيعون أن يأخذوا فيها دروس. من الممكن أن يختاروا مواد دراسية في مجموعة متنوعة من المجالات مثل دروس مقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحسين الإرشادي وتصميم التجارب والتجارب الإلكترونية والتسويق والتكنولوجيا وتطوير الأبحاث. يرتبط هذا التنوع في المواد الدراسية بتنوع المجالات التي يتوقع من طلابنا إتقانها. طلابنا ملزمون بإجراء 3 تدريبات عملية مختلفة. تدريبنا الأول هو تدريب ورشة عمل، وهو تدريب لمدة 10 أيام. يمكن لطلابنا النظر لهذا التدريب كخطوة أولى نحو القطاع الصناعي، حيث يتم تقديم تدريبات في بيئة ورشة العمل وتقنيات الإنتاج والأدوات الآلية. تدريبنا الثاني هو تدريب الكمبيوتر، حيث يتفحص الطلاب البنى التحتية للكمبيوتر والتطبيقات في الشركات التي يقومون بالتدريب فيها، ويستمر هذا التدريب لمدة 20 يوم. أخيراً يقوم طلابنا بتدريب عملي في الهندسة الصناعية، حيث ندرس هنا انعكاسات ممارسات الهندسة الصناعية المتنوعة في أماكن التدريب المختلفة. ونظراً لأن فترة تدريبنا الأخير تستمر لمدة 20 يوماً، فإن إجمالي متطلبات التدريب العملي في قسمنا هو 50 يوم. قسمنا ذو خبرة واهتمام كبير فيما يتعلق ببرنامج إيراسموس وبرامج التبادل الأجنبي المماثلة. اتصالاتنا مع الجامعات في ألمانيا لا تتيح فرصة الدراسة فقط، ولكن أيضاً فرص التدريب العملي. لكن بعد عملية تقسيم الجامعة إلى جامعتين، دخلنا في عملية تجديد للاتفاقيات الثنائية الخارجية. نحن كقسم الهندسة الصناعية في جامعة إسطنبول جراح باشا نعمل على تجديد كافة هذه الاتفاقيات.